أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في برنامجنا الجديد المجلة اليهودية. هذا البرنامج الجديد سوف يكون أول برنامج على وسائل التواصل الاجتماعي يتناول المواضيع اليهودية. السؤال الذي قد يطرحه المشاهد اليوم: لماذا المجلة اليهودية؟ لماذا يجب أن نقدم المجلة اليهودية؟ جوابنا هو أننا نحن في العالم العربي تناولنا كثيراً مواضيع يهودية، سواء في مقالات أو كتب أو دراسات، وفي السنوات الأخيرة أيضاً تم تناول حلقات تخص مواضيع اليهودية عبر اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. ولكن القاسم المشترك بين هذه الحلقات وهذه المواضيع وهذه المقاربات هو وجود معرفة جزئية تخص اليهودية، وأي معرفة جزئية هي بطبيعة معرفة مشوهة. الموقف السلبي أيضاً هذا سبب من أسباب التي يجعل الناس تقدم معرفة مشوهة تخص اليهودية. نحن في برنامجنا اليوم سوف نسعى إلى أن نقدم برنامج من طبيعة أخرى ومن مقاربة أخرى. البرامج في اليوتيوب تقدم معرفة ذات طبيعة جدلية، بمعنى أنها تريد أن تصور الآخر اليهودي بصورة مسبقة، وهي صورة عدائية. ولكن أي صورة مشوهة وأي صورة عدائية لا تساعد على تقديم وحيازة المعرفة. المعرفة تتطلب الرؤية بوضوح، المعرفة لا تقوم على الضغان، المعرفة تقوم على الرؤية والوضوح. اليوم لو سألنا المشاهد العربي، وحتى لو كان مشاهدا مثقفا، أبسط الأسئلة عن اليهودي: من هو اليهودي؟ ما هو إيمان اليهود؟ ما نظرة اليهود للأديان الأخرى؟ نسأل: هل يمكن اليوم أن يقدم المشاهد، سواء كان شخصا عاديا أم شخصا مثقفا، أن يقدم لنا تعريفا بمفاهيم أساسية في اليهودية؟ ما هو الإله أو الله؟ ما هو التوراة؟ ما هو تفاصيل الإيمان اليهودي؟ قد يقول قائل: اليهودية هي ديانة اليهود، وبالطبع هذا كلام صحيح، ولكن من هم اليهود بالنسبة له؟ بماذا تؤمن اليهودية؟ لا يكفي أن نقول اليهودية دين، بماذا تؤمن؟ ما هي المفاصل الكبرى في التاريخ اليهودي؟ المشاهد العربي سوف يقدم أكيد أجوبة، ولكن أجوبتي سوف تكون قائمة ومبنية على الإيمان الديني المسبق له، أو على القيم والخلفية الفكرية الخاصة به. ولكن في برنامجنا نحن سوف نقدم شيء جديد. اليوم سوف يسأل المشاهد: ما أهمية المجلة بالنسبة لنا في العالم العربي؟ لماذا علينا أن نفكر في إصدار مجلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل فقط موضوع أن نتعرف على اليهودية كدين؟ الموضوع ليس كذلك. الأهمية لا تقتصر على فهم اليهودية لأنها مكون أساسي في الثقافة العالمية، بل مكون أساسي في الثقافة الشرق أوسطية. كلنا نحن نعيش في هذا العالم الثقافي الشرق أوسطي، يوجد مكونات ثقافية مختلفة. اليهودية أيضا رغم تقريبا عدم وجود يهود اليوم في العالم العربي، ولكن هي ثقافة موجودة في الشرق الأوسط، موجودة في فكرنا، موجودة في عاداتنا، موجودة في تقاليدنا، موجودة أيضا في إيماننا. فإذا اليهودية هي الخزان الديني الذي نهلت منه عقائد لاحقة، والإسلام بالتحديد أخذ كثيرا من الأشياء والعقائد والتقاليد والتعليم والتاريخ من اليهودية. فإذا معرفة اليهودية ليست معرفة الترف، اليهودية هي مشروع أن تفهم الآخر ولتفهم ذاتك. المشاهد قد يسأل: لماذا اليوم نحن نريد أن نبدأ في مشروع المجلة اليهودية؟ هل له ارتباط بهدف ما، بفكرة ما؟ في الواقع ليس له ارتباط بأي هدف ما. باعتقادي
إن هذا كان مشروعا متأخرا. موضوع أن يخصص عبر وسائل التواصل الاجتماعي برنامجا يخص ويتناول المواضيع اليهودية كان يجب أن يكون منذ سنوات، منذ توفر وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن مسألتان يعني ربما جعلت هذا المشروع لا يقوم. أولا موضوع العائق النفسي أو العداء الموجود نحو الآخر. الأمر الآخر هو أيضا موضوع أن يوجد انعدام معرفي بالمواضيع اليهودية. ولكن اليوم هذا المشروع الذي نبدأ نحن به رغم أنه مشروعا متأخرا ولكن لم يفت أوانه بعد. لماذا لم يفت أوانه بعد؟ لأننا ما زلنا نحن نحتاج أن نتعلم الكثير، نتجاوز السجال، نتجاوز موضوع التشويه لكل ما يتعلق باليهودية وننتقل إلى موضوع الفهم. من الأسئلة التي قد يطرحها المشاهد أن نحن في برنامجنا لمن هو موجه؟ هل موجه لأي مشاهد؟ في الحقيقة هذا البرنامج ليس موجها لشريحة دون أخرى، هو موجه لكل شخص يريد أن يزيد معرفته عن الأديان عموما وعن اليهودية خصوصا. ربما أعتقد لخصوصية العلاقة اللي موجودة بين اليهودية والإسلام والتأثير التي قامت به اليهودية عن الإسلام، ربما سوف يشعر المشاهد المسلم أنه معني أكثر بهذا البرنامج، ولكن هو معني في الحقيقة به كل مشاهد سواء مسلما مسيحيا سواء من خلفية لا دينية، لأنه يريد أن يقدم معرفة عن اليهودية. قد يقول طيب وماذا أنت تريد أن تقدم المعرفة عن اليهودية؟ من أي ميدان؟ من أي منظور؟ أنت تقول أن يوجد معرفة في الكتب وفي مقالات وفي مجلات ولكن معرفة عدائية. فمن أي دائرة سوف أقدم هذه المعرفة؟ الجواب أني سوف أقدم المعلومات والمعطيات والمواضيع عن اليهودية من خارج الدائرتين. أولا الدائرة المعادية، بمعنى أنا لست من دائرة المعادي الذي أريد فقط أن أشوه وأقدم ما يحلو على بالي، ولكن أريد أن أقدم المعلومة الصحيحة. الأمر الآخر أن هذا البرنامج لا ينتمي، ومعد البرنامج والذين يساعدون على في العمل على هذا البرنامج هم لا ينتمون إلى دائرة الإيمان اليهودية، بمعنى ليس أحد منهم يهود. وبالنتيجة هذا برنامج حيادي بامتياز لا ينتمي إلى الدائرة الإيمانية اليهودية ولا ينتمي إلى الدائرة المعادية أيضا، الدائرة المعاكسة الأخرى. البرنامج إذن قلنا بمن هو لا ينتمي إلى الدائرة المع من ناحية الإيمان ولا دائرة الضد من ناحية الكراهية، سوف يقدم المعرفة على طريقتين أو مقاربتين. الأولى يريد أن يقدم معطيات ومعرفة تخص اليهودي من الداخل، بمعنى كيف ينظر الفكر اليهودي إلى نفسه، ما هي الاعتقادات اليهودية حسب رؤيتهم لأنفسهم. الأمر الآخر هي معرفة علمية حيادية، بمعنى أحيانا قد يكون رؤية اليهودي هي لا أتفق معها من ناحية العلمية، فإذن هذه مقاربة أحيانا علمية تبتعد عن الإيمان اليهودي وتبتعد عن الاعتقاد اليهودي، ولكن هي يريد أن تفهم الآخر من طريقة الذي ينظر إلى نفسه. السؤال أني إذا برنامجنا يريد أن يقدم مواضيع مختلفة عن اليهودية، ولكن المواضيع كثيرة، أي موضوع سوف نقدم؟ في الحقيقة التركيز الأساسي في هذا البرنامج سوف يكون على مواضيع متصلة باليهودية القديمة وتاريخها. الهم الأساسي في هذا البرنامج هو التعرف على هذه اليهودية القديمة وتاريخها، لأنها أيضا تساعد على فهم كثير من الأشياء في الواقع المعاصر، تساعدنا أيضا على التعرف أكثر على ذاتنا، تساعد أكثر على التعرف على الإسلام. طيب المشاهد سوف يكون الدائرة واسعة، ولكن إلى أي حد هي واسعة؟ نحن نعرف أن لدينا منظومة دينية عمرها 3000 سنة، لها نصوص مقدسة، شرائع مختلفة، لها عقائد مختلفة، لها تاريخ معقد متشابك، ولكن في البرنامج سوف نركز على الأساسيات التي تشكل
الثقافي والفكر اليهودي، والتي تساعد أيضا على أن نفهم كثير من الأشياء المعاصرة اليوم. مثلا في البرنامج سوف نتناول الموضوع الأدب الحبري. ما هو الأدب الحبري؟ هو عنوان عام عريض يندرج تحت بنده وإطاره مواضيع كثيرة. عندما نقول الأدب الحبري، أي شخص مطلع سوف يعرف أن الأدب الحبري يعني التلمود، وأي شخص مطلع سوف يقول إذن التلمود، يوجد التلمود البابلي والتلمود الأورشليمي، ويوجد المشنا، ويوجد هالجادا. فإذن يوجد مواضيع كثيرة تندرج في إطار عام اسمها الأدب الحبري. مواضيع أخرى الإيمان، رغم الطريقة التبسيطية بأننا نعرف ما هو الإيمان اليهود، ولكن في الواقع نحن لا نعرف ما هي الطقوس، ما هي أشكال الإيمان، ما هي التفكير عند اليهود بخصوص الله، الصلاة، هل هم يؤمنون كلهم بنفس الطريقة، هل هم متشابهون، ما هو التوراة بالنسبة لهم، ما يعني الموت بالنسبة لهم، والقيامة، الوصايا. ربما بعض المشاهدين يقول نعم نحن نعرف الوصايا، إنها 10 وصايا، ولكن في الفكر اليهودي لا توجد 10 وصايا فقط. التناخ أو الكتاب المقدس، الله أعطى للشعب 10 وصايا، ولكن الفكر اليهودي تطور ووسع إطار الوصايا، فاليوم نحن لدينا 613 وصية ضمن الوصايا. فإذا في برنامجنا سوف نتناول بين الحين والآخر وصية من هذه الوصايا 613. آيات هامة وكثيرة أحيانا نسمع بها في وسائل الإعلام، يوجد مناسبات مختلفة أحيانا تتناهى إلى أسماعنا. نسمع عن عيد الفصح لا نعرف ما هو مناسبة عيد الفصح، متى يأتي عيد الفصح. نسمع عن عيد المساخر أو البوريم، متى، ما هو ارتباطه، ما هو ارتباطه بإستر. البعض الذي له خلفية مسيحية يعرف سفر إستر، ولكن ربما الكثير لا يعرف أن هذا السفر مرتبط عند اليهود بعيد البوريم، الشفعوت وعيد المظال. آيات كثيرة موجودة ونسمع بها أحيانا، ولكن ليس لنا أي إلمام. أيضا نحتاج إلى أن نتعرف عليه. التاريخ اليهودي هو ليس تاريخا بسيطا، تاريخا ممتدا، قلنا أن عمره 3000 سنة. ولكن توجد مفاصل كبرى في هذا التاريخ. هل نحن قادرون أن نعرف ما هي المفاصل الكبرى في هذا التاريخ؟ موضوع آخر شيق، التفاعل مع الأديان. أحيانا نحن في دراستنا نعتقد بأن اليهودية مارست تأثيراً على أديان أخرى، وأنا مثلاً مارست تأثيراً على الإسلام، ولكن في الواقع اليهودية رغم أنها مارست تأثيراً على أديان وعقائد أخرى، ولكن هي أيضاً تعرضت لتأثيرات كبيرة من آخرين، تعرضت لتأثيرات من العالم الزرادشتي. فإذا نحتاج أيضاً أن ندرك بماذا تأثرت، ما هي العناصر التي أثرت في اليهودية. نحن نعتقد أن اليهودية صماء لم تتأثر، ولكن تأثرت في الواقع في الثقافة الإغريقية. يوجد فلاسفة تأثروا كثيرا في لون الإسكندراني على سبيل المثال. نعرف أنه قدم تفسيرا للعهد القديم من خلال دراسته للفلسفة اليونانية، وهو قدم تفسيرا مختلفا. لماذا؟ لأنه كان واقعا تحت تأثير الثقافة الإغريقية. فإذا لدينا جملة من الأشياء أن نتعلمها عن اليهودية لنعرف ماذا أثرت وماذا تأثرت، والأهم من ذلك نحن أيضا في برنامجنا اليوم بماذا نهتم، لماذا نهتم في هذا الموضوع. نهتم في هذا الموضوع لأننا نريد أن نسلط أضواء أكثر وأكثر على اليهودية القديمة حتى القرن السابع، حتى غداد أو عشية نشوء الإسلام. هذا أمر هام بالنسبة لنا. قطة البرنامج هي في الحقيقة بسيطة، بما أننا سوف نتناول مواضيع مختلفة، تاريخ وعقائد وطقوس وأعياد، وهذا ليس كتابا. الكتاب أنت تبدأ في موضوع تتسلسل فيه، ولكن هذا برنامج للميديا. فإذا سوف تكون برامج أو حلقات متنوعة. يوما ما سوف نتحدث عن عيد من الأعياد، وفي حلقة أخرى عن موضوع عقائدي، وفي حلقة ثالثة عن موضوع طقسي، ورابعة عن التاريخ، ثم نرجع إلى موضوع عقائدي، وهكذا. بمعنى هو ليس متسلسلا لأنه ليس كتابا، هو متنوعا، ولكن يحاول أن يقدم إجابات. طموح البرنامج في الحقيقة لدينا طموح جدا بسيط، أن يكون لدى المشاهد العربي معرفة بالآخر، أن يكون متمكنا وقادر أن يفهم الآخر، وأن يخرج من إطار النظر إلى اليهودية على أنها فقط دين ذات لون واحد. لا، الموضوع ليس كذلك. هذه الصورة الزائفة، الصورة الحقيقية، نحن لدينا منظومة عقائدية عمرها 3000 سنة.
هذه المنظومة لها تأثيرات كبيرة وتأثرت كثيرا، لها تعقيدات، لها تاريخ، لها منظومة أدبية واسعة جدا نحن نجهلها كثيرا. والأهم من ذلك أن الثقافة اليهودية حاضرة بقوة في عالمنا العربي من خلال تأثيرها الكبير في الإسلام. فإذا معرفتنا باليهودية سوف تزيد بمعرفتنا بذاتنا. وشعار البرنامج أو الذي نريد أن نتجاوز، الإنسان عدو لما يجهل، ونحن نريد أن نخرج من إطار العداء إلى إطار المعرفة. نتمنى منكم متابعة شيقة في الحلقات القادمة، ونحن متشوقون لبداية الرحلة في الحلقة القادمة. دمتم بخير.